طبعا في ذكرى القائد العظيم والجنرال العظيم كابتن محمود الجهري رحمة الله عليه. أنا طبعا مش هتكلم بقى على مشوار 90 وكأس العالم، ولا هتكلم على بوركينا فاسو ولا البطولة العربية. أنا هاخد قصة الأردن والجانب الإنساني، لأن كابتن محمود الجهري العظيم الجنرال العظيم كان بالنسبة لي قائد وإنسان ومدرب وكل شيء في الحياة، كلنا استفدنا منه استفادة كبيرة جدا 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 جدا، ورحمة الله عليه كان خير جدا 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 لدرجة غير طبيعية، لدرجة ان في لعيبة كتيرة من اللعيبة المشهورة والاسماء الكبيرة كانت في بداية حياتها هو اللي عمل لها الفرح بتاعها. في امهات لعيبة واولياء امور لعيبة هو عمل لهم عمليات، وكان الشاهد على كلام الدكتور احمد ماجد ربنا يديله الصحة، كان دايما يقول له يا ماجد انت مسؤول على الحالة دي في الاخر، من دواء من عملية من كل حاجة. كان راجل خير جدا 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 وكريم جدا جدا جدا. وقدرنا نوصل كاس عالم لغاية اخر لحظة، لدرجة ان احنا الاردن تكسب ايران 1-0 في ايران و2-0 على ارضنا في الاردن، وكنا يعني لاخر لحظة واصلين كاس عالم. وقبل ما اتكلم على كاس عالم نشوف اللي حصل مع اليابان في البطولة الاسيوية اللي كانت في الصين، وضربات الجزاء الشهيرة اللي اتعملت، وتغيير الحكم اللي عمره ما حصلت قبل كده ان يلعب ضربتين جزاء ونجيب الضربتين جزاء وبعد كده يغير الملعب ويغير المكان في ضربات الجزاء الترجيحية. فالاداء ده والشيء اللي عمره ما حصل ان احنا نوصل كاس عالم لغاية اخر لحظة، احنا واصلين كاس عالم عن ايران، وكانت ايران بتلعب قطر والنتيجة تعادل، التعادل ده دخلنا احنا كاس عالم، تكسب في دقيقة اخر دقيقتين ضرب الجزاء وتجيب ضربة الجزاء وتكسب ايران 1-0 قطر، وبالتالي تدخل ايران. ودي اللي تعبت الكابتن جوهري، لانه كنا احنا خلصنا مباراتنا وكانت مباراة ايران اتلعبت بعدين بعشر دقايق، فبالتالي لحقنا اخر عشر دقايق. كابتن جوهري مش عايز اقول لك قاعدين ازاي انا وكابتن جوهري وكابتن علاء نبيل في يعني رجعنا من المباراة دي من المطار، انا وكابتن علاء خدنا الجنرال العظيم محمود الجوهري وديناه المستشفى، وده كان بداية موضوع القلب بتاعه. حتى انا فاكر اسمه الامير علي بن حسين اما جه يزوره قال له يا كابتن احنا تعبنا قلبك، وكذلك الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله لنا وللاردن قال له الاردن تعبت لك قلبك يا كابتن جوهري. فيعني كابتن جوهري بالنسبه ليا عمري ما هنسى افضاله عليا انا شخصيا، وانا كنت سعيد الحظ ان انا قدرت اشتغل معاه فتره طويله من الزمن سواء في مصر او في الاردن، وده كان مقربني منه جدا. وكان دايما يقول كلمه رسول الله، اما رسول الله خير خلق الله قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فكان الكابتن جوهري دايما عنده المكارم الاخلاق دي من الكرم والجود وجبر الخاطر والصدق والامانه والعدل، حاجات كتيره جدا.